الصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإعجاز الرقمي، ولكن ما هو الإعجاز الرقمي؟ الإعجاز الرقمي هو مجموعة العلاقات الرقمية بين أعداد كلمات القرآن وحروفه وترتيب آياتها وسوره أيضا، والتي تبرهن على وجود نظام رقمي محكم يفوق طاقة البشر، ويثبت بلاغة الأرقام أن البشر عاجزون عن الاتيان بكتاب يشبه القرآن من الناحية الرقمية. والله أعلم.